اول ذنب، اول كبيره عصي بها رب العباد عز وجل الكبر والحقد والحسد. فاي انسان فيه ثلاث صفات دي يبقى ابليسي النزعه. الكبر تمثل في ماذا عند ابليس؟ الكبر انني ارفض الامر، لا ارفض، لا اسجد لهذا المخلوق، هو دون المستوى. ثم حسده، لماذا يسجد له الملائكه وانا لا اسجد لاحد؟ عجيب. هذا هو الحسد. ثم يولد هذا حقدا، صح، فقال لاحتنكن ذريته. فعلا قاسي. خلاص، يعني انا ايه يعني هاؤثر على ذريتهم وحاصرهم من كل، ولا ياتينهم يعني ولا تجد اكثرهم شاكرين. يجي الشيطان يقول ليه فلان غني وانت لا؟ ليه فلان عنده اولاد برره وانت لا؟ ليه فلان زوجته صالحه وانت لا؟ ليه فلان صار مديرا ووزيرا وانت ما اديلك في الخدمه 40 سنه وما نظر عليك؟ ليه فلان تحت الاضواء وانت ما حد يعرف عنك شيء؟ هذا هذا هذه شيطانيه النزعه. الحقد يفضل يعني والعياذ بالله تكبر عنده، سبحان الله. فالكبر، الكبر والعياذ بالله، والحقد والحسد، والعياذ بالله. والثلاثة كانوا متوفرين عند إبليس. كان أبونا آدم عنده حرص، حريص على أنه يخلد، بس نيته طيبة، وحريص أنه يكون ملك. يعني هو لم يعصب بنية العصيان. لا 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 لا، هو آدم عصى وهو يرى أن هناك غاية، ولم ينتبه. أنا طيب يا إبليس، ما لو أبونا آدم يعني مثلا يقول إيه، طب أنت مش عايز الخلد، طب ما تأكل أنت. طب يا إبليس لما لا تأكل أنت؟ لماذا أنا أكل؟ طب أنت خليك. أين كان عقل أبينا آدم؟ عندما تعلو الغريزة وتعلو الشهوات يغيب العقل. هو أول إنسان، معلش، ورأى بعينيه هذا الموقف وهذا الحشد، لكنه نسي. عزيمته ضعفة. لا رحمة بنا نحن. لماذا؟ أين مكمنها؟ الله مكمنها. لما أنا بني آدم مهما أصل من التقوى ومن الإيمان سوف تأتيني لحظات أعصي رب العباد فيها فأتوب فيتوب علي. يا سلام. وهذا هو سلام. التدريب أو الخطأ في مرحلة التدريب. أبونا آدم أخطأ في مرحلة التدريب،